دعاء الناري يشعل نار الحب في قلب من تريد، يلين القلب القاسي لو كان أعند شخص في العالم يخضع. الدعاء مجرب وقوي ومضمون، ولكن قبل البدء صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، لأن بها قضاء حوائجكم وهي شرط استجابة كل دعاء. ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن رددوا ورائي هذا الدعاء المستجاب بعدما تكمله فورا، بشرط أن تكمله للنهاية. سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي، وبرحمتك تعلقي، أسألك يا قوي يا متحكم في مصائر الكون والعباد، أن تجعل فلان ابن فلان يحبني من الحب حبا لا ينقطع يا رب العالمين، يا من تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب، فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي، ولك الحمد على بسط لساني، فيا رب بحق إحسانك ومنك وكرمك، أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام، أن تجعل فلان ابن فلان يتعلق بي تعلقا لا ينقطع يا رب العالمين، وتقبل دعوتي وارزقني حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين، فأنت على كل شيء قدير. وشرط استجابة الدعاء أن تكرروه 7 مرات، لن يأخذ منكم دقيقة، ولكن بعدها يستجاب فورا بإذن الله تعالى، ويشعل نار الحب في قلب حبيبكم بإذن الله تعالى.